السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، أطيب الله أوقاتكم بكل خير وجمعة مباركة كالعادة. وقبل البداية، لن يضع لك لهذا الفيديو إلا من يحب ويفتخر بهذا النجم. بعد أن قال الصحفي الموثوق مومن أيت قاسي أن هذا الشخص له علاقة ممتازة مع اللاعبين أو النجوم الجزائريين، وهو من جلب النجم رياض محرز إلى السيتي ثم منصب بقرارة إلى نيويورك سيتي، نشرت صحيفة سكاي سبورتس خبرا مفاده أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي توصل لاتفاق مع نادي ويلفرهامبتون، وذلك لانتقال الظهير أو النجم ريان أيت نوري إلى السيتي مقابل 40 مليون باوند الموسم المقبل. وفي أي لحظة قد يسقط خبر إمضاء الجزائري ريان أيت نوري في السيتي، وهذا ما لمح له المدرب بيب غوارديولا في لقاء صحفي اليوم قبل مباراة السيتي واليونايتد غدا. أعزائي المشاهدين، أراءكم تهمنا في التعليقات. إلى لقاء آخر بإذن الله.